تدخلات ميكو من داخل الخيمة العربية. الخيمة العربية يعني هلا والله وهلا وشلونك وشنو. هنتقابل مع شخصية مهمة جدا، شخصية مثالية وشخصية حد بيحاول ان هو يعمل حاجة من لا شيء، استقلال، ابداع، تفكير وثقافة وحضارة وحاجات كتيرة. انا بديت بعيد البيزنس من 12 سنة، بس انا صرني بطبخ في مكان عمري 12 سنة. الجمل فين؟ مش هشتغل معاكوا تاني. مدام منى ازيك؟ اهلا وسهلا. يلا انا جاهز اشتغل معاك. حاضر. انا بشكلي مش همشي من هنا. اكزاكتلي. خلص انا هتبناك. هيدا بس حاول عن جد. لا والله انا اسمع وعارف اطبخ اصلا. الباذنجان تولع. مين حيحضر الطاوله، انت ولا هني؟ لا كده مش هيطمن. ايوه كده ايوه كده ايوه كده. اكزاكتلي. انا جاي لها. لا انا دايما بسيب الحاجه اوكي دايما ما اعرفش بسيب اللحمه او الفراخ او اي حاجه اخر حاجه. اوكي عظيم.